بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يقول الشيخ، بالنسبة للأحاديث الضعيفة والاستشهاد بها وإرادها في فضائل الأعمال، ما رأيكم في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العلماء رحمهم الله نصوا على هذه المسألة، أن الأحاديث الضعيفة التي لا يعلم أنها كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم استدلوا بها في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، ولكن لا يبنى عليها حكم شرعي يعني بالتحليل والتحريم والإيجاب والندب وغير ذلك، إنما يعمل بها في الترغيب والترهيب والوعظ والتذكير. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول، هناك تعامل جاف من بعض الشباب ومن بعض الناس، وخصوصا عندما يتعاملون مع والديهم في الأخذ والعطاء، لا يجد هؤلاء الآباء والأمهات التقدير الكافي، وخصوصا أن هؤلاء يطلبون العلم الشرعي وعندهم بعض العلم الشرعي. الواجب مع الوالدين ما أمر الله به، ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ألا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا من البر بالوالدين، ويكون البر بالقول وبالعمل أيضا. والبر بالوالدين يأتي بعد حق الله جل وعلا، حق الله أولا، محق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حق الوالدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نعم. يسأل هذا يا شيخ عن الصيد الذي يصاد، هل هو حلال أم حرام مأجورين؟ الصيد من الطيور ومن الحيوانات، من الأرانب والضبا ذلك مما أحله الله سبحانه وتعالى، إلا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مما له ناب من السباع أو له مخلب من الطير، فهذا يحرم أكله وصيده. الله جل وعلا قال، أحل لكم صيد البحر طعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فلا يحرم صيد البر إلا على المحرم، وأما غير المحرم فيجوز له الصيد، وهو من أطيب المكاسب وأنفعها. نعم. محمد يقول، هل بول الإبل ينقض الوضوء؟ كيف ينقض الوضوء بول الإبل؟ إذا أصاب الإنسان هذا البول هو على وضوء؟ لا أثر، حتى لو أصابه نجاسة أو أصابه بول أو غائط في ثوبه أو في بدنه وهو على وضوء لا ينتقض وضوءه. وأما بول الإبل فإنه طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المصابين بالحمى بشرب من أبوالها وألبانها، دل على أن بول الإبل طاهر، أي يجوز التداوي به. نعم. الأخت السائلة تقول، بالنسبة للحائض، هل تمسك المصحف وتقرأ فيه؟ الحائض لا تقرأ القرآن لا من المصحف ولا من غيره حتى تطهر وتغتسل، إلا إذا كانت تحفظ شيئا أو تحفظ القرآن تحفظ شيئا منه تخشى أن تنساه، فإنها تقرأه خشية النسيان، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك لو كان وقت اختبار، ومن جملة المواد التي يختبر فيها القرآن الكريم
فلا بأس أن تقرأ لئلا يفوتها الاختبار أو لئلا تنساه إذا كانت تحفظ، ولكن لا تمس المصحف، إنما يكون هذا بواسطة القلم أو بواسطة المسطرة أو تكون من وراء حائل على يديها وكفيها، لا بأس أن تتصفح القرآن للحاجة. نعم. إذا خشي المسلم من الربا أين يستثمر أمواله؟ استثمرها في المعاملات المباحة ولله الحمد، وهي كثيرة، وهناك مجالات الكسب الحلال كثيرة بالبيع والشراء والشركات النزيهة وغير ذلك. نعم. هذا يسأل ويقول: في الإجازة، إجازة الجمعة، بدأ الناس يتهاونون بهذه الصلاة، خاصة من يخرج للرحلات مبكرا، وحجتهم أنهم في سفر. لا مانع من أنه يسافر يوم الجمعة إلا إذا دخل وقت صلاة الجمعة، إذا دخل وقت الظهر فلا يجوز له أن يسافر حتى يصلي الجمعة، وأما في أول النهار فلا مانع أن يخرج للرحلة ويخرج للسفر، ولا سيما إذا كان أمامه مسجد صلى فيه جمعة فيصليها مع المسلمين، وإذا لم يكن هناك مسجد فإنه لا جمعة عليه، إلا إذا دخل وقت الجمعة فلا يجوز له أن يسافر حتى يصلي الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم أبو إبراهيم. يقول الشيخان البخاري والإمام مسلم: ما هي أشهر كتبهم في الحديث؟ معروف هذا، أشهر كتبهما في الحديث الصحيحان، صحيح البخاري خاري وصحيح مسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: أنا شاب قاري للقرآن ومحافظ على الصلوات جماعة وصائم ولله الحمد في أيام الاثنين والخميس، ولكن تغلبني الشهوات، فبماذا تنصحونني؟ أن تستمر على عملك الصالح والمحافظة على الطاعة فرضها ونفلها، أنت على أجر. لا شك أن العبادات تحتاج إلى صبر، عليك بالصبر، وأيضا النفس تعتاد هذا، إذا عودتها فإنها تعتاد ويسهل عليها ذلك، والحمد لله. نعم. هذا سائل يقول: أفتونا يا شيخ صالح في تقسيط المكيفات، خصوصا وهي نفس السلعة عند التاجر لهذه المكيفات تدور بين البائع والمشتري من المقترض. المكيفات ما فيها قرض، فيها بيع وشراء، يجوز الاتجار بالمكيفات، بيعها وشراؤها بثمن حال أو مؤجل أو مقسط، لا بأس بذلك، هي من عروض التجارة ومن حوائج المسلمين، ولا يسمى هذا قرض، هذا بيع وشراء. نعم. هذا السائل يقول: رجل يتوضأ في الحمام ولا يخرج إلى المغاسل لتكملة الوضوء ويكمل الوضوء وهو في الحمام، هل في ذلك حرج؟ الحمام الآن اختلف عن ما سبق، الحمام فيما سبق هو المحل الذي يتخذ للاستحمام ويكون فيه استعدادات، وهو أيضا من وسائل الصحة، صار الحمام الآن يطلق على محل قضاء الحاجة، فإذا كان داخل محل قضاء الحاجة فلا يتوضأ، إنما توضأ في مرافق، في مرافق محل قضاء الحاجة، خارج ما محل قضاء الحاجة، الكرسي الذي يجلس عليه أو المقعد الذي يقعد عليه لقضاء الحاجة، يكون في غسالة، في غسالات، في صنابير خارج محل قضاء الحاجة، وهي من مرافق قضاء الحاجة، فلا بأس أن يتوضأ فيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز حفظ القرآن من وسطه؟ فأنا أحفظ بعض الآيات من الوسط ثم أحفظ من البداية ثم في آخر المصحف. إذا أردت أن تحفظ القرآن فإنك تقرأ من أول القرآن الفاتحة والبقرة، أو تقرأ من آخر القرآن العشر الأخير أو حزب المفصل أو ما تيسر لك، تحفظ القرآن كاملا من أوله إلى آخره، أو تحفظه مجزأ، أو تحفظ سورا منه، الأمر في هذا واسع، قال الله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر منه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا لسنوات أنسى التسمية عند الوضوء نسيانا مني، هل وضوئي صحيح؟ نعم، التسمية واجبة عند الذكر، وأما إذا نسيها فإنها تسقط عنه ووضوءه صحيح، الحمد لله. نعم. يقول بأنه لحق الإمام وهو راكع
وعلى يمينه المأموم، فصليت عن يمين المأموم لكي ألحق الركعة، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، هذا هو موقفك. إذا جئت واثنان يصليان جماعة فإنك تكون عن يمين مع المأموم، وإذا قدمتم الإمام وأنتم خلفه فهذا أحسن. نعم. المصحف المفسر، الأخت فايزة من الطائف تسأل عن لمسه فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة وهي حائض. مسها للكتب والتفسير لا حرج فيه، إنما الممنوع أن تمس المصحف مباشرة المصحف، وأما مسها للتفسير أو لكتب العلم فلا مانع من ذلك. نعم. تقول انتشر عندنا بين النساء وخصوصا بين كبيرات السن خاتم التسبيح، ويباع في المكتبات وخصوصا أيضا في الدكاكين. هذا صدر فتوى من اللجنة الدائمة بمنعه، فلا هذا الخاتم لا يستعمل، لأنه من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، والذي يريد أن يحصي أو يعد التسبيحات بأصابعه هي أفضل شيء، وإذا عدها بحصى أيضا جاز ذلك. وأما أنه يتخذ خاتما يعد به ركعات الصلاة أو يعد به التسبيحات أو ما أشبه ذلك، هذا شيء محدث. نعم. هذه الأخت السائلة ذكرت عن والدتها وقالت أصيبت والدتي بجلطة بشقها الأيمن، وكانت صاحبة صلاة وتهجد وقراءة للقرآن، والآن لا شيء من ذلك، علما بأنها تعرفنا وتتكلم معنا بالإشارة، ولا نعلم الآن عن ذاكرتها، فأنا أخاف عليها من سوء الخاتمة. بالنسبة للصلاة فضيلة الشيخ، حالها كيف نوقظها للصلاة؟ نعم، إذا كانت تعقل الصلاة فإنها توقظ للصلاة وتؤمر بها، وإذا كانت تستطيع التطهر بالماء تتطهر، ولو بواسطة من يعينها على ذلك. إذا كانت ما تستطيع استعمال الماء فإنها تتيمم بالتراب وتصلي والحمد لله، أو ييممها أحد بالتراب بأن يضرب على يديه على التراب ثم يمسح بهما وجهها وكفيها، فيلزم أنها تعرف أو توقظ للصلاة وتؤمر بها. ما إذا كان ليس عندها فكر ولا تستحضر الصلاة فلا صلاة عليها في هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الشيخ، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينفض فراشه ثلاثا وكذلك الوسادة والغطاء قبل النوم؟ نعم، إذا كان الفراش مفروشا وأراد أن ينام عليه فإنه يحتاط لئلا يكون يخلفه شيء عليه، فيحتاط بمسحه أو بنفضه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا موظف في قطاع حكومي في الفترة الصباحية، وموظف في الفترة المسائية بعمل آخر من الساعة 5 إلى 11، واسمي موجود في شركة تعمل في إحدى المجالات، وأستفيد منها بمبلغ شهري سعودة، علما بأنني لا أذهب للشركة نهائيا. السعودة إذا كان القصد منها الاسم والحيلة لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. السعودة أنهم يوظفون سعوديين يشتغلون عندهم بدل الأجانب، هذا المطلوب، ما مجرد أنهم يأخذون اسمك يعطونك راتب يومي أو شهري وأنت لا تشتغل عندهم، فهذا كذب وخداع ولا يجوز. نعم. هذا أبو ياسر يقول: سؤالي، هل تجوز الصلاة الساعة 9 صباحا؟ لأنه يغلبني النوم وأنا أسهر مع زملائي في استراحة، فيغلبني النوم غصبا عني. هذا السهر حرام الذي يشغل عن صلاة الفجر، عليك أن تنام مبكرا، تنصح إخوانك أن يناموا مبكرا من أجل أن يقوموا لصلاة الفجر. أما أنكم تسهرون وإذا أقبل صلاة الفجر تنامون ولا تصلون إلا بعد خروج الوقت الساعة 9 أو غير ذلك، هذا حرام عليك ولا تصح الصلاة في هذه الحالة، لأنكم تعمدتم النوم. أما من كان حريصا على القيام لصلاة الفجر ولكنه غلبه النوم في بعض الأحيان فهذا هو المعذور، أما من يكون هذا دائما من فعله ويعرف هذا ويقول أصلي متى ما قمت، هذا لا يجوز، هذا من الذين هم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات كما
قال الله جل وعلا من الذين هم عن صلاتهم ساهون وتوعدهم بالويل. نعم. هذا طارق يقول بأنني أعاني من وسواس منذ سنوات، وعندما أصلي يا شيخ أعيد الصلاة، فماذا أفعل؟ لا تعيد الصلاة، صل مع المسلمين وصلاتك صحيحة إن شاء الله، واترك الوساوس والشكوك. نعم. هذا السائل يقول أنا قادم من المدينة إلى جدة ونيتي العمرة، وسوف نقيم في جدة عدة أيام، من أين نحرم مأجورين؟ تحرمون من ميقات المدينة، من ذو الحليفة أبيار علي، لأنها ميقات أهل المدينة ومن جاء عن طريق المدينة، ولا تتعدوه إلا وأنتم محرمون. ولو نويتم الإقامة في جدة لا بأس، لكن تلتزمون بالإحرام من الميقات. نعم. هذا سوداني يقول ما حكم من اغترب عن زوجته لطلب الرزق 4 سنوات وهي راضية؟ إذا رضيت بذلك لا بأس بذلك، وإذا لم ترضى إنه يأتي إليها خلال كل 4 أشهر، يأتي إليها ويعاشرها ثم يرجع لعمله. نعم. مجموعة من الأخوات أرسلنا هذا السؤال، مجموعة من المعلمات يسافرنا كل يوم إلى المدينة حيث توجد المدرسة ويبعد عن المدينة 180 كيلو، هل يجوز لهم أن يجمعوا ويقصروا الصلاة؟ نعم، يجوز لهم في الطريق الجمع والقصر ما دامت المسافة بهذا المقدار، ولو كان ذلك يوميا لأنهم مسافرون. ولكن ننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وكونهن جماعة من النساء لا يكفي عن المحرم. نعم. حفظكم الله. هذا السائل يقول ما حكم شراء السيارة من معرض أقساط مع العلم بأنه يصل قيمة هذه السيارة إلى 90,000 ونقوم ببيعها 50,000 في السوق؟ لا بأس بشراء السيارة من المعارض أو من غيرها بثمن حال أو ثمن مؤجل، ولو كان المؤجل أكثر من الحال، هذا ضرورة أنه لا بد أن يكون المؤجل أكثر من الحال، ولكن لا يكون بصفة مجحفة كما ذكر السائل. فعلى الدائن الذي يبيع السيارة أن يتقي الله عز وجل وأن يقتصر على الربح المعقول غير المجحف بأصحاب الضرورات والحاجات. نعم. هذا السائل يقول شيخ ما تفسير الآية فصلي لربك وانحر؟ الصلاة معروفة أن يصلي الصلاة الفرائض والنوافل خالصة لوجه الله، لأنها عبادة، والعبادة لا بد أن تكون خالصة لوجه الله. وكذلك النحر وهو الذبح، فالنحر على وجه التقرب، والعبادة لا يكون إلا لله، لا يجوز أن يذبح لقبر أو لضريح أو لولي من الأولياء، هذا شرك أكبر، لأن الله قرنه بالصلاة. وكما لا يصلي لغير الله وكذلك لا ينحر لغير الله عز وجل، ولا يذبح لغير الله عز وجل، ذبح عبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، أجاب فيه فضيلة الشيخ صالح الفوزان على أسئلتكم واستفساراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.